وللحديث بشأن ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور يحيى الطائي. دكتور يحيى، سلام الله عليكم. يعني أصدرتم بيانا في الذكرى 16 لغزو العراق، تحدثتم في هذا البيان عن تداعيات تلك الجريمة، لكن إلى أي مدى ترون أن آثار الغزو ما زالت مستمرة وعلى أي صعد دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، آثار الغزو لا زالت مستمرة منذ الاحتلال إلى الآن، حيث أن الاحتلال الأمريكي جاء بعدة صفحات، منها الصفحة العسكرية وبعد ذلك الصفحة السياسية. الصفحة العسكرية كما تعلم جاء الاحتلال بذرائع كلها يعني لا أساس لها من أجل غزو العراق، وهم أثبتوا ذلك. ويعني العراق هو البلد الوحيد الذي يتم احتلاله في هذا القرن، لم يسبق أي بلد أن يخضع لاحتلال سوى العراق. ما حصل في أفغانستان وما حصل في غيره لم يكن احتلالا مشرعا، حيث أن الأمم المتحدة أصدرت قرارها مجلس الأمن العفو 1483 الذي اعتبر فيه العراق بلدا محتلا. الاحتلال مع شديد الأسف الكل يظن أنه رحل وترك العراق، الاحتلال لم يترك العراق، وإنما الصفحة الثانية من الاحتلال هي العملية السياسية الموجودة التي جاء بها الاحتلال ورعتها إيران، حيث هناك تخادما بين المشروع الإيراني والمشروع الأمريكي. أمريكا قدمت خدمات جزيلة لإيران يعني لا يمكن أن يتصورها أي إنسان يعني عارف بالسياسة. فحاطت إيران من كل الاتجاهات، بحيث قدمت لها خدمات في أفغانستان وقدمت لها خدمات في العراق، والآن الطبقة السياسية اللي موجودة في العراق هي كلها نشأت وترعرعت في أحضان إيران. فبالتالي الورقة الثانية والصفحة الثانية من الاحتلال هي العملية السياسية الموجودة الآن التي ساهمت في زيادة الخراب وفي زيادة الدمار للعراق. طيب دكتور، في البيان أشرتم أيضا إلى أن العراق ما زال غارقا في دماء أبنائه، لكن هنا كيف يمكن الربط بين الاحتلال الذي وقع منذ 16 سنة وبين الدماء التي ما زالت تسيل حتى الآن في العراق؟ بالتأكيد أخي، يعني عندما تأخذ هناك إحصائية كاملة لعدد الضحايا الذين سقطوا في العراق تجد أنها ازدادت شيئا فشيئا، يعني كل سنة تزيد أكثر من التي قبلها، بدليل أنه ما حصل من الفتن التي ارتكبتها والجرائم التي ارتكبتها الميليشيات ما بعد 2006 2007 2008، الجثث المجهولة الهوية التي كانت تلقى باليوم ما يقارب أكثر من 100 إلى 150 إلى 200 جثة يوميا، هذه كلها إفرازات يعني إلى ما بعد الاحتلال أو ما بعد ما وجود القوات الأمريكية. فبالتالي الدماء العراقية لا زالت تسيل يوميا وبذرائع شتى وبإجرام يعني قد يفوق كل التصور، فلا زال الدم العراقي ينزف منذ الاحتلال إلى الآن، لم تتوقف آلة القتل ولا آلة الدمار، سواء على مستوى العمليات العسكرية أو على مستوى تدمير المدن أو على الإعدامات التي تجرى يوميا للأبرياء الذين تنتزع منهم الاعترافات قسرا ثم بعد ذلك يتم إعدامه. طيب دكتور، من الآثار التي أحدثها الاحتلال هو تسليم العراق لإيران، وهذا ما تفضلتم به قبل قليل، حتى أصبحت طهران تتحكم في العملية السياسية وبشركاء العملية السياسية، ولكن هناك حديث من الولايات المتحدة تتكلم عن تقليص النفوذ الإيراني، هل برأيكم هي جادة فعلا في تحقيق هذا الهدف؟ لا أبدا أخي الكريم، النفوذ الإيراني هو جزء من مشروع ديمومة المشروع الأمريكي في المنطقة. أمريكا قدمت لإيران خدمات جليلة، أزاحت أكبر عدوين يعني ضمن تشخيص السياسة الخارجية الإيرانية، عندها أكبر عدوين كانوا في أفغانستان وفي العراق، فبالتالي من قام بإزاحة هذين النظامين في هذين البلدين؟ الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة إيران. هناك عملية تخادم بين المشروع الإيراني والمشروع الأمريكي، ثم بعد الاحتلال جاءت بكل من كان يعني يعمل لصالح إيران. الآن الموجودين في العملية السياسية يتباهون بالانتماء إلى إيران وإلى المشروع الإيراني، فبالتالي أمريكا يعني غير جادة في موضوع تحجيم النفوذ الإيراني في العراق، وإلا يعني الكل يعلم كيف جاء روحاني إلى بغداد، من الذي حمى طائرة روحاني في الدخول إلى الأجواء العراقية واستمح له بالهبوط وكل هذه الأمور، وبالمقابل يعني ايضا كما حصل مع احمد نجاد، ما
من الذي يوفر الحماية لهؤلاء عندما يأتون العراق؟ أليست الطائرات الأمريكية قوات التحالف؟ طيب. فإذا هناك عملية تقادم وهناك المشروعين الإيراني والأمريكي في العراق هدفهما واحد وهو تدمير هذا البلد وسرق وسلب نهب وسلب نهب يعني ثرواته وتدمير بناه وتدمير حاضره وماضيه ومستقبله. لكن هناك من يدعي دكتور أن الولايات المتحدة استدركت الخطأ بشأن النفوذ الإيراني في العراق وهي تحاول في هذه الأزمان أن تصحح هذا الخطأ، هل تتفق مع ذلك الطرح دكتور؟ لا أبدا أبدا، بالعكس، إيران يعني الآن تتمدد على مستوى المنطقة. احتلال العراق لم يكن فقط آثاره السلبية على العراق، بل آثاره أصبحت مدمرة على منطقة الشرق الأوسط بالكامل. انسحبت آثاره على سوريا وانسحبت آثاره على اليمن وانسحبت آثاره على كثير من المدن. فبالتالي لا أعتقد هناك نية صادقة لتحجيم النفوذ الإيراني في العراق، بل العكس، هذا مجرد يعني من أجل إسكات بعض الأصوات العربية التي يعني تتكلم هنا وهناك على تمدد النفوذ الإيراني، ومن أجل أن تكون مادة للابتزاز الأمريكي باتجاه تقزيم النفوذ الإيراني كما يقولون. دكتور، وضعتم في البيان ربما يكون حل للخروج من دوامة الاحتلالين الأمريكي والإيراني، تمثل هذا الحل أو هذه الحلول تمثلت في تمسك العراقيين بالثوابت الوطنية، أيضا تحقيق الاستقلال والسيادة التامة. هل من حلول على الأرض تجسد هذا الكلام دكتور في هذا التوقيت تحديدا؟ أخي الكريم، يعني يجب أن يعني يكون هناك وضوح بالرؤية. القضية العراقية لا يمكن حلها إلا بيد العراقيين أنفسهم، العراقيين الأصلاء. توحيد جهود العراقيين نحو الهدف الحقيقي وهو تخليص العراق وأهله من كل ما حصل من الاحتلال وآثاره، هذه الهدف الأساسي يجب أن يفهم العراقيون حقيقة، أنه لا يمكن أن نعول على أي تدخل خارجي ممكن أن يجعل العراق آمنا ومستقرا. المشكلة أن المحيط الموجود الآن عاجز عن تقديم أي شيء للشعب العراقي، فبالتالي الشعب العراقي يجب أن يعتمد على نفسه، أن يوحد صفوفه تجاه تخليص البلد من هذه العملية السياسية ومن كل آثارها، وبالتالي ينجو العراق إلى بر الأمان. من إسطنبول الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور يحيى الطائي، شكرا جزيلا لكم.